هذه السورة هي أصلا فيها خماسية وفيها سادس؟ قراءتك الخاصة يعني. هي على المستوى الجزائري هذا أمر يخصهم، والشأن الجزائري داخلي أنه يكون رئيس المؤسسة العسكرية يقف إلى جانب الرؤساء. لا أدري ما الرسالة اللي حبت السلطات الجزائرية توصلها، لأنه في الأصل فيه رئيس يمثل الدولة، في شخص يمثل الدولة وشخص حاضر وموجود، فوجود قائد الجيوش مع في الصورة لا أدري صراحة، ليس لي يعني تفسير لها، بوليزاندر ولكن أنه يقف مثل ما تفضل سعادة السفير الآن، البروتوكول مهم جدا. الوقف فهذه المفروض لو كان فما كان جاء مسؤول البروتوكول مرافق للسيد قيس سعيد في هذه الزيارة، يستحيل أن يسمح أن يقف في تلك الوقفة، لأن الوقفة ذيك الصورة لا تمثل قيس سعيد، هي في الأصل نظريا تمثل تونس، وبالتالي هو يقف جنب ممثل الصحراء، وإلى حد علمنا تونس إلى حد الآن الرسمية، تونس الرسمية طوال العشرات السنين عندها سياسة معروفة تجاه الصحراء، وهي أنه تونس هي تساهم في الحل لا تساهم في المشكلة، هي الآن بهذه الكيفية تساهم في المشكلة، خاصة أنه سبق للسيد قيس سعيد أنه استقبل ممثل الصحراء في القصر، في قصر قرطاج، وبمناسبة قمة الفرنكوفونية، يعني رسائل أعتقد القمة هذه لو أنه الصينية الأفريقية أعتقد، أو القمة الصينية الأفريقية، نعم 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 صحيح، القمة الصينية الأفريقية أو أحسنت، اليابانية الصينية، نعم هذا اليابانية مرة الأفريقية، نعم أخرى، لو أنه كان ثم مستشارين في العلاقات الخارجية والدبلوماسية والبروتوكول، هذه أمور كلها هذه بديهيات في السياسة، بديهيات، لأنه أي صورة أي تصريح أي كله مدروس. إيش تحب توصل أنت اليوم للمغرب؟ إيش تحب توصل اليوم للأطراف الأخرى كلها في المنطقة؟ يعني أنت سبق ومشيت عند السيسي في أفريل، يعني في أفريل 2021 أيام قبل الانقلاب، وأعلنت بأنه السياسة المصرية هي تمثل سياستك، وعملت هجوم كبير على أثيوبيا، وأثيوبيا هي المقر الاتحاد الإفريقي، وصارت مشاكل كبيرة لتونس فيما بعد على المستوى الدبلوماسي وفي أثيوبيا وغيره، إيش ربحت أنت؟ وفيما بعد السيسي نفسه وجد آليات تواصل مع الأثيوبيين، وأثيوبيين اليوم أعلنوا أنه خلاص امتلأ السد ومش يبدأ يشتغل، وانت من بعد علاش تعمل في هذا الكل؟ تحسبها مثلا انه لعبة حوم، يعني انه والله هذا يا خويا وصاحبي ودافع لي اني صغير في المدرسة ندافع عليه توكية، معناها هيك الامور تدار السياسة بهذه الكيفية؟ يا رجل اي موقف ليه مقابل، يعني في السياسة في مصلحة، يعني انت تمثل دولة تمثل مصالحك، ايش جبت يا سيدي من القمة هذه، من المناسبة هذه؟ اعطيني منجز واحد تحقق، او من كل الزيارات الفايتة النحو منهم زيارات اللي هما نصفهم للتعزية، الرجل خرج 5 مرات للتعزية، هذوكم طيب يا سيدي نحسبهم انهم اخلاص، هذيك اعتبرها علاقات عامة ومش مشكل، وان كان ما يجيش رئيس دولة كل مرة ماشي للتعزية بالكيفية هذيك، خاصة في الاصل دول ما عندناش معاها مصالح كبيرة وكذا ما تمشيش رئيس دولة للتعزية، لانه اصلا هذيك هاو الفساد من جديد، الطيران ساعة الرئاسة انه رئيس الجمهورية كي يتنقل بالطائرة الساعة الواحدة للطيران وقتها في 2014 كانت ب 14 مليون، خلي التوانسة يفهموا 14 مليون ساعة الطيران، يعني هو لو كان يعمل 4 ساعات مثلا مشى للكويت، 4 ساعات مشي و4 ساعات جاي وبقى غادي ساعتين ولا ثلاثة، حتى الطيارة في الرابضة في المطار محسوب، الكونتور يمشي، هذوما هم 15 ساعة، نضربهم في ال 14 مليون ولا 15 مليون من فلوس 2013، الله أعلم اليوم بقداش. هذا هو مش فساد هذا؟ فهي هذه المسائل، أنت في الأصل أي زيارة فيها مخرجات تحقق أنت في وقت الدكتور المرزوقي وغيره وغيره، أنه أي زيارة أنت تحقق إيش اللي تعمل في تحقيقه؟ على المستوى العلاقات، على مستوى الاستثمار، على مستوى التواصل، على مستوى ومن بعد تقرر، مش هكاك معناها سباهله، لا
معناها دز تخطف قال الأخ، نعم ولا دز يصلح رايك. راي الدوله لا تدار بهذه الكيفيه. رجاء رجاء، يعني الناس يلزم تفهم بانه الدوله عندها نوابيس، وسيد احمد اقدر مني وعلى هذا ويفهم هذه الامور، وكانت وقت نعم قريبه فعلا كانت لست قويه أدري إن ومعروفه كان وهذا. دكتور